مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سينتهي فصل الصيف مساء يوم الخميس هذا، ويبدأ فصل الخريف بإذن الله اعتبارا من صباح يوم الجمعة. فالاعتدال الخريفي يبدأ الاعتدال الخريفي يوم الجمعة 23/9/2022، يبدأ في تمام الساعة 4:03 صباحا بتوقيت مكة المكرمة. يبدأ فصل الخريف فلكيا في نصف الكرة الشمالي، وفصل الربيع في نصف الكرة الجنوبي. أيضا يتساوى في هذا اليوم الليل والنهار، أو عدد ساعات الليل وعدد ساعات النهار في جميع أجزاء الكرة الأرضية تقريبا. وأيضا بعد هذا اليوم يبدأ طول النهار في نصف الكرة الأرضي في نصف الكرة الشمالي يبدأ بالتناقص تدريجيا، وطول فترة الليل بالتزايد أيضا تدريجيا. في هذا اليوم تشرق الشمس أيضا من الشرق الحقيقي وتغرب من الغرب الحقيقي. يبدأ في منطقة القطب الشمالي ليلا طويلا، ويبدأ في منطقة القطب الجنوبي نهارا طويلا، يستمر لمدة 6 أشهر كاملة. يستمر فصل الخريف فلكيا تقريبا 89 يوما، وذلك حتى موعد الانقلاب الشتوي في 21 كانون أول ديسمبر المقبل. هذا هو يوم الاعتدال الخريفي، وبهذه المناسبة كل عام والجميع بخير، وتمنى للجميع أوقاتا وأجواء ممتعة في فصل الخريف، وكل عام وأنتم بخير.